مساء الخير لكل المشاهدين. مساء الخير رشا. مساء الخير جوزيف. طبعا انا وياك ترافقنا بكل الحلقات يلي سبق وانعرضت قبل الميركس دور من مسرح البلاتيا. نحن اليوم بحلقه خاصه عن اجمل لحظات الميركس دور 2016 على هالمسرح بالتحديد وعلى شاشه تلفزيون المستقبل. المثل الفرنسي بيقول المجد والنجاح ما بينعطوا الا للاشخاص يلي بيحلموا وبيامنوا بحلمهم. طبعا وهذا واقع الحال مع الميركس دور، 16 سنة من النجاح التألق والاستمرارية على الشاشات اللبنانية ومؤخرا آخر 3 سنوات على شاشة تلفزيون المستقبل. جوزيف، سبت الماضي ب 28 أيار شهد لبنان على واحد من أهم المهرجانات الفنية والثقافية بلبنان والعالم العربي، بحفل وصف بالعالمة من حيث التنظيم والإخراج والحضور. فنانين من لبنان والعالم العربي والعالم حضروا على مسرح بلاتيا لاستلام جوائزهم. We'll be right back.
رشا كثير استفدنا لك هالمرة على ريد كاربت، كنت منورة السنة الماضية، استفدنا لك، كنت كمان عم تستقبل ضيوف معنا على شاشة تلفزيون مستقبل. السنة زملائنا كفو وفوك طبعا رولا باكسماتي، هبة زيدان، كانوا كتار جوال نصر، ماري تريز معلوف، جورج رياشي وميشيل كبابي. ووافونا على السجادة الحمراء ابتداء من الساعة 6:30 بأهم المقابلات لكل الفنانين العرب اللبنانية والعالميين، وكان الحضور جدا جدا مشوق. بتاريخ 4 حزيران من العام 2000 بلش حلم. حلم بتحويل لبنان منارة للثقافة، الفن والجمال. حلم أخوين قرروا أنهم يكرموا كبار المثقفين والفنانين العالميين العرب واللبنانيين بموطن اقتصرت ملامح او ملامح اقتصرت فيه مظاهر التكريم على وسام شرف بعد ما يطوي الموت او يطوي العمر صفحته الاخيره. مساء الخير رولا ومساء الخير لكل المشاهدين. يعني من هيداك الوقت ومن 16 سنه ولغايه اليوم الحلم كبر ونسر، يلي كان بالنسبه لكتار هو مجرد وهم ورح يختفي. نسر الميراكس دور بعده عم بحلق بسما لبنان حتى اصبح هو رمز الاناقه، رمز التكريم، رمز الابداع ورمز الجوائز يلي بينحسب لها الف حساب. الخير بالبدايه بلش حلم صغير على قد الاخوين فادي وزاهي الحلو، اليوم صار حلمهم حلم وطن وحلم جيل باكمله من المبدعين. اليوم على غير عاده وبحل اجمل من السابق عم نطل من امام البلاتيا بجوني بعرس الفن والجمال والثقافه حتى ننقل هالحدث الراقي عبر شاشه تلفزيون المستقبل. مساء الخير مره جديده، لبنان هو الحدث. مرة جديدة عم بيقدر هالبلد الصغير انه يجذب كبار الاسماء اللبنانية العربية وحتى العالمية، انما هالمرة الحدث بعيد كل البعد عن التطورات الامنية السياسية وحتى المعيشية. عم نحكي عن محطة سنوية مع حفل الميركس دار يلي عم بيقدر للسنة 16 على التوالي انه يحجز لنفسه مكانة على خارطة المواعيد السقفية ليأكد حب لبنان وإرادته على العيش وعلى الثقافة وعلى الحياة. إنما وقبل ما نبدأ سهرتنا الطويلة لليوم خلينا نستعرض بعض المحطات وأبرزها من ميراكس 2015. حمدان الممثل الرائع اللي كلنا بكل أدواري، شو هالفستان شفتي؟ دغري قولي لنا من الايه؟ فؤاد سركيس، يعني ما فيني اقول غير فؤاد، فؤاد ده هو الوحيد اللي هلا دايما بيطلعني شيء غير، والعالم دايما بيسالوني يعني لوكيتي وقت بكون هو بيحضر لي اياهم، بقول له ميرسي كثير فؤاد. بتجنني. طالعة مثل القمر. شو هالشمال خلص اليوم كثير. من الصبح عم بحضر حالي ولا بدي اكون احلى وحده، بس هلا ما بلشت فت على ريد كاربت هيك يا حلوين؟ لا 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 بتعقدي بتعقدي. ميس هيدي اول مره انت بتكوني بتشاركي بالميراكس، عم تكوني ضيفه اليوم، خبرينا شو الشيء اللي حمسك لتجي وتشاركي بهالحدث؟ ولا شيء غير انه البس فستان. اكيد عم بمزح. اول شيء ميراكس يعني حدث كتير حلو وكتير مهم، وما في ممثل بعتقد مو بس بلبنان بالوطن العربي ما بحب يكون موجود بالميراكس. انا اليوم جاي هني وبارك لكل اللي حيربح، واكيد بتمنى يوم من الايام انه يجي نهار انا كمان اتكرم اليوم رح اطلع فيهم واقول مبروك ويستاهلوا، لانه اكيد بيستحقوها عن جداره هي الجائزه. ان شاء الله السنه الجايه بتكون انت مطرحهم. خبرينا اخر مستجداتك، شو عم تقدمي هلا او شو عم بتحضري؟ اوه حاجات كتير. شي برمضان؟ لا بصي بقى، رمضان السنه دي ما عنديش حاجه، عندي بس مسلسل اسمه امير الليل مع رامي عياش. نعم. ومجموعه كتير 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 حلوه ممثلين اللبنانيين، رح يكون باكتوبر ان شاء الله، رح ينعرض على شاشات لبنانيه وكمان شاشات عربيه. رح نكون ناطرينك. عم نتعذب وعم نتعب وعم نحط افور كتير كتير قوي فيه، وان شاء الله ينول اعجاب كل العالم. اكيد اذا انت فيه اكيد حينول اعجابنا. اكيد مختلفين من النجوم. لا بالعكس بنحبك كتير عن جد، وبنتمنى لك سهره حلوه. اكيد حنرجع نشوفك جوا. الفستان حعمل نفسي مش واخده بالي، حعمل نفسي مش واخده بالي، خذ الفستان بقى كله. باي، ثانك يو. ثانك يو. قبل ما تغادرينا وكمان تفوتي لجوا، بدنا نسالك عن رايك كمان بحضرتك بلجنه التحكيم، وهذه مش اول مره، كمان سبق وكان لك هذه التجربه، قد ايه مهم سنه عن سنه عم بيكونوا كل الاعمال اللي عم تتقدم عم نشوف ان كان بالدراما او حتى كمان ان كان بالاعمال الفنيه، برايك نحن
لقدام او لورا؟ لا لقدام، وخصوصا الدراما. يمكن السينما الدراما العربيه عم نحكي ككل. العربيه طبعا، لبنان بقى لها 3 سنين الدراما اللبنانيه عدت وبقت منتشره في الوطن العربي، كانت بس مقفوله على لبنان، دلوقتي عندنا في مصر وفي سوريا وفي الامارات والخليج وكله بيتابعوا الدراما اللبنانيه. والدراما السورية طبعا برغم الظروف السياسية اللي عندهم لكن ما زال عندهم دراما قوية. طبعا الدراما المصرية الأم اللي بتحضن كل الأعمال ديت. أنا بشوف السنة دي في منافسة كبيرة، وكان صعب في لجنة التحكيم لأن كان في أعمال كتير بجد حلوة وكان في ممثلين بس سؤال، في عندك براسك اسم كنت بتحبي إنه يكون مرشح أو يفوز؟ كون هيك أعطينا من الآخر، يعني هون مش الكل جريئين، بدنا اسم برأيك كان بيستحق إنه يفوز. والله هي كانت يمكن مش داخل الترشيح. اوكي، المنافسه كانت كبيره وكانت ما بين، انا بتكلم عن الدراما المصريه، نيلي كريم ومنى شلبي كانوا عاملين الاثنين مسلسلات اقوياء واخدتها منا، وكنت بتمنى كمان ان نيلي تاخد جايزه ان شاء الله بسنين قادمه. اكيد بتستحق على كل حال التكريم. ماشي كتير لك، ورح نشوفك جوا بالحفله بعد شوي. ماشي كتير، بشكركم، ميرسي ليكم، كل سنه وانتم طيبين. زاهي وفادي مبروك، انتوا بتعملوا حاجه حلوه لبنان. لبنان ما فيهاش مهرجان سينما، انتوا عوضتوا لبنان بمهرجان الميركس دور عن مهرجان السينما، مبروك. صار معنا نادين نجام. نادين لبس فستان رائع رائع رائع، بدنا نعرف لمين هالفستان. هيدا الفستان مثل العادة، زهير مراد على طول بيهتم بكل اطلالاتي. واللوك والاكسسوار، الاكسسوار كمان زهير مراد لانه هيدي من الكولكشن تبعه، وشعراتي تون المندلة، ومجوهراتي الي تحان، وسامبل مجوهراتي الفستان عامل كل الافي. بونسوار نادين. بونسوار. بدي اسالك قد ايه بتكبر عليك المسؤوليه بعد كل عمل لازم تقدميه لازم تاخدي عليه جايزه، مش رح يتقطع بلا جايزه؟ والله سرقتها من كلمتي، يعني انا اليوم حبيت اقول هالشغله قدام كل العالم انه هالمره الرابعه اللي بستلم فيها جايزه محملتني مسؤوليه كثير كبيره بصراحه عن جد. يعني كل اللي بتمناه انه الله يضل يوفقني ونص يوم احسن ظن كل الناس. نص يوم مسلسل خارج التوقعات بصراحه، من كرمال هيك هو مميز كثير. بتمنى لك كل التوفيق والاستمراريه ان شاء الله. نادين كثير ثانك يو. بعد عنا سؤال اخير، اليوم الدراما عم تطلع عم تتقدم، انتاجات عربيه ولبنانيه مشتركه، شو رايك بهالموضوع؟ وين ملاقي الدراما اليوم؟ انا بلاقي انه الدراما اللبنانيه على تطور مستمر، وهيدا الشيء اللي عملناه سوا نحن كبلدان عربيه فاد الكل، الكل استفاد ان كان لبنانيه ولا ان كان غير جنسيات. انا بقول انه على طول لما واحد بحط ايده بايد الثاني بيجيب نتيجه حلوه، وعن جد ايد وحده ما بتزقف. حسيت انا انه نحن وسوريا ومصر والبلدان الثانيه هالخلطه اللي عم نعملها عم بتكون كثير حلوه وكثير مفيده، وان شاء الله بنستمر فيها بغض النظر اذا كان في حرب ولا لا. كل التوفيق بنتمنى لكم اياه والنجاح، وان شاء الله تتمتع بالسهره الليله. ثانك يو سو ماتش. يعطيك العافية تامر حسني الممثل والقدير واللي بنحبه كثير، والنجم والنجم والفضلة، كل شيء بوزيتيف، كل شيء حلو. يعني بتعرف قد ايه نحن بنحبك انا وهبة والكل، مش بس نحن. قد ايه انا كمان بحبك والله. احنا بدنا نحكي معك عن والله كثير كثير الصبح. لبنان بحبك كمان كثير. قد ايه مهم وجودك بالميراكس دور بدورته ال 16، وشو بيعني لك الميراكس؟ طبعا كل الفخر والشرف ان انا فوزت لكم النهارده، ولبنان دايما بتكرم كل الناس، وشرف لاي حد انه يبقى في المهرجان ده، وفعلا والله ببقى فرحان من قلبي، وربنا يعلم يعني انا بحبكم جدا جدا، وكل ما باجي هنا بحس ان انا فوزت اهلي، يعني ده العادي بتاعكم، يعني كفايه استقبالكم يعني. شو هاي خشب بابيو؟ مش عارف شو عامل؟ شو عامل؟ صحيت لقيتها قمت لابسها على ما اعرفش وعي محطم مشي. طيب انت بتجنن كالعاده يعني. هذيك السنه كان في فانز رولا من مصر وصل صوتهم على الشمال. هالسنه شو في فانز جايين كمان؟ رح لنا مش شايفه كلهم هون عم نخبي لانه لا كلهم صحافه مش فانز. اكيد خبرنا تامر، يعني قد ايه مهم انت عم تكون بلبنان كمان بوطنك الثاني؟ اكيد في عالم كثير بتحبك هون، شو بتحب تقول لهم لكل جمهورك بلبنان؟
اقول لهم مستنيكم بقى في حفلتي. يعني انا عندي حفله في العيد ان شاء الله يوم 8 باذن الله ان شاء الله. نعم. يعني بعد غياب سنين طويله يعني، فمستنيهم في الحفله دي ان شاء الله، واقول لهم ان انا مبسوط ان انا فزتكم، وان شاء الله دايما مع بعض باذن الله. ثانك يو، ميرسي تمام. ان شاء الله دايما بالتالق والنجاح والاستمراريه اللي دايما نحن بننطر كل اعمالك. وفي شيء جديد هلا؟ والله في الفيلم بتاعي ان شاء الله داخل صوره قريب، والالبوم بتاعي نازل في العيد. نعم. كده والحفل ناطرينهم. يعطيك الف عافيه، رح نرجع نشوفك جوا. ثانك يو، ميرسي. الله معك. ثانك يو جوزيف. اطلاله النجوم ايضا كانت محط متابعه ومراقبه من الزميله لما لواند اللي عطت رايها بفساتين النجوم اللي كانوا مشاركين بالميركس دور. وايضا بدي استغل هيدي المناسبه حتى اشكر القسم اللي بيهتم فينا خلال السنه، نحن مذيعات ومذيعين تلفزيون المستقبل، اللي كمان اهتموا بمذيعاتنا بالميركس دور، وعلى راسهم رئيس القسم جبران العايده، رشاد عرابي وإلي حداد وكل فريق العمل. So far, I think what we have seen has been nice, but nothing has actually really wowed me, to be perfectly honest with you. Yes. Round two? Round two. We have seen a lot much nicer, nicer We outfits. Have wows. Yes. في عنا إشياء لفتت لنا نظرنا فعلاً كثير حلوين. الأساس هو الواحد يلبس اللي بينبق له أكثر. I mean, you have to wear what suits you by the end of the day. صح. Anna, I'm loving the fact that there are so many younger people here. Yes. Though, في شغلة كتير مهمة عم نلاحظها، أنه في ناس لابسة فساتين حلوة بس عاملين شعرها لدرجة سوفيستيكي، لدرجة مصبرة، أنه ما بنعود نعرف وين بدنا نطلع. Let's talk about the men. Yes. I have seen some very handsome men on the red carpet. They have mixed and matched their tuxedos, which I love. Yes, for a change. Wallah, it's hard for men to, they just have to wear a tuxedo, but some guys are wearing funky ties, funky bow ties. This is what we have to do. يعني be creative boys. رح نعمل كمان عن جديد لمحة سريعة عن اللي شفناه هون. هلا مثلا أنا شفت سيسترز كانوا لابسين أشياء كثير حلوة. رينا شيباني وأختها لابسين من عند باسيل سودا. I love the two girls, they are amazing. Very much so. شفنا فساتين حلوة. بس رح نحكي شغلة هون مهمة، أنه في عنا كثير ناس بتحسون they wanna be. يعني أنا بدي أكون بشبه هيفا، أنا بدي أكون بشبه إكس إيجريك. ليش؟ سأتبتي لأنه هن كتير حلوين، فيكون عندهم كاركتر. يعني هون وقتها بشوف أنا يلي بدها تكون حدا معروف، ما بقعد اشوف الفستان. I don't see the dress. I didn't see anything. لا 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 صراحه فاتت السليبرتي التركيه، ما شفنا شيء، ما شفنا شو لبسه، لانه everybody was jumping over. We didn't see anything. صح. كيف كثير من زهير مراد ريلي. نادين نجام was stunning in her زهير مراد. Absolutely gorgeous. كانت رائعه ودائما بتلبس شيء، مش انه برحله، هي جميله جدا. بعدين في اشياء انه بتصير مبتذله، كترة التزليط ما حلو، كترة البيدز ما حلو. ومثل ما شفنا مثلا نوال الزغبي is stunning. نوال is beautiful like usual. صح صح. لأن نوال هي كتير مزوقة and she is really amazing. هلا بالنسبة للجولوريز، أنا I was telling تارا أنه في كتير بيلبسوا جولوريز لأنه بيحبوا يعرضوها مشان نوع من publicity. You know it's kind of publicity some of them. Of course. بس وقتها بتلبسوا حلق، أنه ما تلبسوا العقد، وقتها بتلبسوا العقد ما تلبسوا حلق، يو نو في بعض الاشياء بتنقز. لا فعلا. بعدين مثلا شفنا حيوانات ضارية، وي سو سم انيمالز برنتس. يا الله يا الله جيرلز، بليز دونت دو ذيس تو مي، يو كيلينج مي. بليز بليز تو ماتش تو ماتش. في اشياء انه معلش التايجر والزيبرا انه في اشياء ماي جاد اتس تو ماتش. شنو نوت تو نيوركس دور بليز. هيدا مش على ريد كاربت. اسوء الحال شفنا بعض الناس، بس لحتى ما حدا يزعل منا، سو نو بدي ويل get hurt. We're not naming them. لا لا لا. We're not going to name any names. Yes. والله والله we're telling you keep it classy and not trashy. Yes, not trashy. فعلا. Till now I saw I have around 6. Yes. والله. إيه والله. I'm better than you بوحدي. I want more. I want more. Yes. I think we're very. We can see everyone walking in. We yes. see what they're wearing. Yes. But I want to be impressed more. Impress I impressed us. You, Tara. I impressed you. You're happy. I told you, the and queen you of the red carpet. You are my queen tonight. You too. طبعا أنا بدي أقول لكل المشاهدين إنه فريق عمل كتير كبير اشتغل على الريد كاربت قبل ما يبدأ الحفل. هالريد كاربت يلي تأثر بظروف مناخية، يعني كان رح يكون الديكور أوسع
ويكون بالهواء الطلق، اضطرينا نجي شوي لتحت السقف وتكون الأماكن شوي أضيق، ولكن طلع ريد كاربت كتير ناجح. بدي أتشكر كمان المخرج مارون أسمر والبروديوسر اللي كانت كمان متابعة مع كل الضيوف، نوجهها تحية رفعة طبعا. لكل المشاهدين نحن وياكم، ريد كاربت كان غير شكل، كان في مصممين قدموا لنا أحسن التصاميم الفاخرة والرائعة، وكان في من الحضور اللي بيدهشنا على اللي شفناه من فساتين والرجال أيضا. خلينا نشوف ريد كاربت. نحن مكملين معكم سهرتنا الليلة من جاردان بلوس من منطقة جعيتا. لكل المشاهدين طبعا مثل ما بتعرفوا اللي تبعنا على ثلاث أسابيع، قبل ما نوصل للحفل النهائي كان في ثلاث حلقات استقبلنا فيها كبار النجوم ومجموعة كبيرة من لجان التحكيم يلي طبعا حققت، وهي اللي عطت الجوائز 70% لألا و30% كان للجمهور لتصويت الجمهور لكثير من اللي حصلوا على جوائزهم. هالحلقات كانت مضواية بمنطقة جوني طبعاً، وبالتحديد من مسرح البلاتيا من جنينة الخارجية. خلينا نشوف نحن وياكم كمان ريبورتاج عن حلقات رود تو ميركس دور 2016.
الخير لكل المشاهدين مساء الميركس من شاشة تلفزيون المستقبل بأول سهرة من سهرات الميركس. 16 سنة من الإبداع، 16 سنة جمعت كبار الفنانين من لبنان، العالم العربي والعالم كله لحصولهم على التروفيز. طبعا 16 سنة وهي هلأ سنة 16 حتجمع كبار الأسماء اللي انتو اخترتون وصلتون للفاينلز. ميركس بعد 16 سنة اللي جعل هالسهرة سهرة أو منارة للإبداع والمبدعين. لأن الوطن منه شوارع عجقت عالم هموم تحصرنا، الوطن هو نحن هو ماضي هويتنا ومستقبلنا هو قدرنا. لأن الوطن منه منافع شو بيطلع لي منه بيبقى لي، الوطن هو ايدي اللي عم تبني وتعمر واقع بشرف عشتو بخيالي. وطني حبيبي لانك بقلبي، وين ما بسافر بتصير المكان بيغلبني الحنين، وبرغم اللي صاير قلن احلى وطني بهالدنيا لبنان. وطني حبيبي لانك بقلبي، وين ما بسافر بتصير المكان بيغلبني الحنين، وبرغم اللي صاير قلن احلى وطني بهالدنيا أرضك وعرضي، أهلك هو مستقبل عيالي. لبنان بعذاب وبحلاه، وطن ما بيشبه حدا غيره هو رسالي. ومهما نبعد ونهجر وطننا وندور عليه بمطرح تاني، يبقى بملامحنا الطموح الظاهر بعينينا يقولوا لبناني. وطني حبيبي لأنك بقلبي، وين ما بسافر بتصير المكان بيغلبني الحنين، وبرغم اللي صاير قلن أحلى وطني بهالدنيا لبنان. وطني حبيبي لأنك بقلبي، وين ما بسافر بتصير المكان بيغلبني الحنين، وبرغم اللي صاير قلن أحلى وطني بهالدنيا لبنان، قلن أحلى وطني بهالدنيا لبنان، قلن أحلى وطني بهالدنيا. من حديقة البلاتيا إلى مسرح البلاتيا، حيث قدم الحفل الزميل بيارات الأطريب وأيضا الزميل جوزيف الحويك، اللي ما فيه غير أن إثني يعني على حضورك بالحفلة وأيضا هون، والمخرج باسم كريستو. الحفل كان أكيد شاهد المسرح أهم التقنيات البصرية، واستخدمت فيه شاشات عملاقة وضعت لخدمة هالحفل المميز، وايضا انطلق الحفل بلوحه فنيه بتخطف الانفاس عن الراحل الرائع زكي نصيف. مساء الخير واهلا فيكم بسهره الميركس ستار 2016، سهره منتظره من سنه لسنه وكل سنه بتكون اقوى.
من تابلو الافتتاح لآخر غنية وآخر جايزة، وبيشرفني شريكني بتقديم هالسهرة الليلي الزميل جوزيف حويك. مساء الخير بيارات، مساء الخير لكل الحضور اللي معنا ولكل الجمهور والمشاهدين اللي عم يشوفونا عبر شاشة المستقبل عبر روتانا وعبر ال بي سي سات كمان. أنا بدي أقول لبنان، لبنان البي، لبنان الخي، لبنان الأم، لبنان اللي حاضنا دايما كل العالم، مثل ما اليوم كمان ميوريكس حاضنا فنانين العرب، فنانين العالم وفنانين لبنان. زقفة كبيرة للبنان السياحة. ما حدا مثل زكي نصيف غنى للبنان. راجع راجع يقطع عمرك، ساهم بإيصال الأغنية اللبنانية للعالمية من خلال مهرجانات كبرى وأهمها مهرجانات بعلبك الدولية. الله حبابنا طلوا كفيك طموحات كتير، بدهم يعملوا أول مهرجان بعلبك، بدهم نعمل فولكلور. زكي نصيف المولود قبل 100 سنة عاصر الكبار، رافق العمالقة ولحن لأجمل الأصوات. يا عاشقة الوردي إن كنت على زكي نصيف بيبقى بالبال مئات السنين رمز كبير للموسيقى والإبداع. يا حياة الدنيا هتكفي يا دوقي للشبكين، أحلى
عمر جديد نحكي قصتنا. يا عمر ضلك معنا واسهر معنا كرمالنا، انت العارف احوالنا ومسايرها ومربيها. يا زي اليابا يابا يابا، يا زي اليابا يابا يابا، يا زي اليابا يابا يابا ومسايرها ومربيها. كبير يا حبايب مهما يطول هالنوى، الله كبير يا حبايب رح نتلاقى سوا. طبعا بعدنا معكم نحن من منطقة جعيتا من جردان بلوس، ونتابع الحلقة الخاصة بست ميراكس دور 2016. أجمل اللحظات يلي صارت طبعا مش بس بالحلقة الأساسية أو بالحفلة الأساسية، إنما كمان بثلاث حلقات ميراكس دور يلي هي كانت منطقة جوني بالبلاتينا. أما الأسماء يلي تكرمت كانت كتيرة، ومن أبرز الأسماء يلي حصلت على جائزة ميراكس دور بالفن
كانوا من لبنان من العالم العربي والعالم كله. بدي أقول إنه الفنانة الكبيرة سميرة سعيد حصلت على أفضل ألبوم عربي، أما الفنانة أنغام حصلت على أفضل مطربة عربية. أما أغنية الفنانة اللبنانية نانسي عجرم اللي هي من كلمات الشاعر الدكتور ميشيل جحا ومن ألحان جوزيف جحا كانت أفضل أغنية لبنانية. شو هي؟ الغرام. معقول الغرام، معقول الغرام ما يخلينا نعم. نحن وياكم خلينا نشوف أبرز الأسماء الفنية يلي حصلت على جوائز ميركس دور 2016. مرة جديدة من جائزة تكريم عن مجمل أعمالها وعن أفضل ألبوم غنائي لعام 2015، ديفا الغناء العربي سميرة سعيد. بشعر بالسعادة لما بوصل لبنان. لبنان دايما بتديلي البهجة والسعادة والمتعة. لبنان الحضارة والثقافة والجمال والرقي. عايزة أقول وسط كل حاجة لبنان بتفضل دايما تدينا المتعة، وسط كل الأزمات الاقتصادية والسياسية تفضل لبنان زي ما هي تدينا السعادة طول الوقت. افضلوا زي ما انتوا، انتوا جمال قوي. الزغبي هي النجمة اللبنانية لعام 2015. كتير وأنا إلي الشرف أكتر وأكتر. بصراحة أنا ما كتير بحب أحكي، يعني هيدي الجائزة عزيزة على قلبي كتير، وإذا مش كل سنة سنة إيه سنة لا بحصل عليها. أول سنة أنا أول سنة للميوركس كنت أنا أفضل مطربة لبنانية وعربية وقتها. أنا بتشكر الميركس دار، بتشكر الفانز، بتشكركم جميعاً لمحبتكم ولحضوركم، ومرسي كتير. Thank you. وظنتي إني على قلت بأصلي عما لا تبتي كولي وبعفر. أنا بدي أقول لك عاصل حليني بفتخر إنك لبناني. مساء الخير. أول شغلة بدي حيي القيمين على هالإيفنت الكبير اللي عم بينطلق أو عم بينعمل من بيروت من لبنان بظل ظروف صعبة كتير بالمنطقة كلها مش بس بلبنان، وهذا تحدي كتير كبير لحتى نقول للعالم أنه لبنان هو بلد الفن والثقافة والجمال والحضارة رغم كل التحديات. ترك حلبي فوح البناني وتسلم هالقي اللي بتعرف خاطي وتسيب. البناني وتسلم هالقي اللي بتعرف خاطي وتسيب. تخلق بعد الأسم عيد عيد الجيش اللبناني. اللبناني ولما بطل لبناني وكلنا بطل بتوسع حبك على الكل. والإيدين عليك تبل وتعرف إنك لبناني. نجم الغناء العربي لعام 2015 نجم مصر والعالم العربي تامر حسني. شرف كبير لأي فنان في الدنيا أنه يقف قدام شعب عظيم زيكم. ربي دايما لبنان في سلام ومرفوعة الرأس، ودي تاني سنة لي أجي هنا. الحقيقة أنا فخور جدا أن عندنا في وطننا العربي في جايزة عربية عالمية بالحجم ده. بحييكم فعلا من قلبي، وربي دايما من نجاح لنجاح، ودايما لبنان مجمعنا. بسرعة يا بنتي ليه بصدق قلبي ترتيالي
جايزتين والثالثة جايزة أفضل نجمة غناء وممثلة مسرحية عن دورة ببنت الجبل علين لحوت. بنت الجبل كان تحدي كتير كبير، وقت اللي طلب مني روميو لحود قوم بالدور من بعد ما قامت فيه سلوى القطريب مرتين ونجحت، قلت لا، وبعد سنة قلت مبلا لازم أعمل هالشي على القليل كرمال سلوى. المطربة المميزة اللي فعلا علامة فارقة بهيدا الزمن الصعب اليوم، اللي واحد بده يفتش على الفنانين اللي عن جد عم يقدروا يتركوا بصمة معينة بالأغنية العربية، منهن من كل قلبنا نجمة الأغنية العربية أنغام على ميوركس، على ميوركس دور 2016. أولا شكرا على التكريم للجائزة، وشكرا على الكلام الحلو اللي اتقال في حقي. وهقول باختصار جدا، انا عندي ارتباط قديم جدا من طفولتي بلبنان، وكان سبب ارتباطي بلبنان هو صوت السيدة فيروز، وكان يمكن سبب كبير في حبي للغنى وحبي للموسيقى وحبي لوقفة المسرح هي السيدة فيروز. مشغول عن قلبي بيها، هصبر معلش واخليها تعيش يومينها وبعديها، هشغل بال مشغول بيها، هعديها هعديها بكرة طيفي غطيها. مشغول عن قلبي بيها، هصبر معلش واخليها تعيش يومينها وبعديها، هشغل بال مشغول بيها، هعديها هعديها بكرة طيفي غطيها. بيقول ناس عينيها وعينيها بتقول شريها، باين حيموت عليها والسجاد قال الحاجات. هطلب من البوب ستار رامي عياش يتفضل يستلم جائزة أفضل فنان لبناني لعام 2016. شكرا، مساء الخير، اهلا وسهلا فيكم جميعا. هيدي جايزه بفتخر فيها من الميوركس دور، بشكرهم، بشكر كل القيمين، لجنه الحكم، الناس اللي صوتت، بيريت معي بالمسلسل هاي. بدي اشكر كمان معالي الوزير الصحه اللبناني البطل استاذ وائل بوفعور يلي قدم لي هيدي الجايزه، بدي زقف له زقفة كتير كبيرة أنا وياكم، لأنه هو فعلا مثال للبطولة بلبنان ومثال للوزير الصح بلبنان. شيراز تفضلي. يا عم بقدمه، عم بقدمه من قلبي، وانا كتير مبسوطه انكم عم بتحبوا اعمالي، كرمال هيك انا بعتبره هيدا نجاح وفخر كتير كبير لإلي.
حبيبي لا ما تغيب انا كيف بدك عني تروح يا حياتي لا ما تروح انا كيف بدك مني تضيع ولا بدي منك ضيع قبل 4 سنين نال ميراكس نجم الشباب الأول، والليلة شيخ الشباب ناجي القسطى بفوز بميراكس الألبوم المتميز لعام 2015. ماجد الرومي قالت هالشاب صغير شو حلو صوته، هلا صرت كبير ماجد، شو شعورك قدام كل هالجمهور اللي بحبك؟ أول شيء بونسوار لكم جميعا، هلا هيدي شهادة كتير كبيرة منك، أنا بتشكرك. بدي اتشكر كل قيمين على هذا الحفل الحلو. بعد ربي انا حبي اتوني ونسيت القبلك والقعدي وحروف اللي تعلمتها. الفنان المغربي حاتم إيدار. السلام عليكم يا ضيوف الميركس دور يا 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 ليل. مساء الخير، مساء الحب، مساء الأنوار. سعيد جدا بتواجدي بهذا المجمع الجميل. كنشكر الأخوين الحلو. خلاني نجر وبكى عينيا خلى دمعي هو واليوم راجع من تاني جاي متل عليها داير فيها أستاذ خلاني خلاني نجر وبكى عينيا خلى دمعي هو واليوم راجع من تاني جاي تفلسف حصلت كمان بأقل من سنة على جايزتين، والثالثة هي جايزة تصويت الجمهور، هي ابتسام تسكت. أول حاجة شكرا بزاف. تاني حاجة بغيت نقول مقولة بس ما رح تزبط إلا باللبناني لأنه المقولة أصلا لبنانية. المقولة بتقول إنه اللي ما بينجح ببلده ما رح ينجح بولا بلد. أنا مع المقولة بس بزيد وبقول إنه اللي ما بيتكرم بلبنان ما بيكمل نجاحه. سبحان ربي كملها وعطاني كل شيء تمنى ما فينا كمل ترخص حياتي. سبحان ربي كملها وعطاني كل شيء جوزيف. بعد ما حضرنا هالريبورتاج عن الفن ايضا التمثيل والمسلسلات كان لهم حصه كبيره من التكريم بالميركس دور، وخلينا نتابع سوا ايضا بتقرير جديد من الممثلين والمسلسلات اللي ربحوا جوائز بالميركس دور 2016. والليله تكرم عن مجمل مسيرتها الفنيه وعن دورها بمسلسل امراه من رماد، وهو ايضا من اخراج نجدة انزور، الفنانة النجمة السورية سوزان نجم الدين. شكرا كثير، شكرا كثير لدكتور وليد ولكم كلكم على هذا التكريم اللي بيعني لي كثير. انا التكريم بالنسبة لي هو وقفة مع الذات لحتى نتأمل الماضي والحاضر ونطلع على المستقبل. And the award
for the best Turkish actress goes to Beren Saat. Good evening. This is my first time here in Lebanon, and firstly, I have to thank for all the attention and all the love that I felt today, all the kindness. And as far as I know, this is the first award, and it really made me special, feel special. Thank you. Thank you for my award, Marek Slor. Good evening. ممثل بارع. عن مسرحي عن مخرج عن مثقف عن شاعر عم بحكي أنا وأستاذ غسان صليبة عن المبدع الكبير نقول دانيال تفضل. بدي أشكر الإخوة الحلوة على هالمناسبة الحلوة وعلى التقدير. بدي أشكر جميع المخرجين والمنتجين والكتاب، جميع الزملاء الممثلين وطواقم التقنيين الفنيين اللي اشتغلت معهم، وبعدني بحفظ أحلى ذكرى. الممثلة الأكثر تميزاً عن دورها الاستثنائي في مسلسل مريم. The outstanding performance in her acting role in Maryam series goes to حيفا وهبي. يعني شو ما كان الواحد محضر، خلص لازم يطلع كلام، كلام القلب يطلع بلحظتها. يمكن أنا وقفت على المسرح أكثر من مرة قبل، ويمكن تكرمت، قلبي عم يدق كتير، ولكن هالمرة النجاح كان له طعم آخر. ما كنت بعرف ولا كنت بتخيل بمرة بحياتي أنه معقول حب التمثيل لهالدرجة ويصير مني من جوا، من قلبي، من دمي. فأنا بدي أشكر كل حدا كان سبب بهيدي الجائزة. بدي أشكر كل كلمة انعطت عني كممثلة هالمرة. ولما إجا هالفيديو عن مريم وملك رجعت لي ذكريات كتير حلوة، لأنه هيدا العمل كان نقل كتير مهمة بحياتي الفنية. يمكن كان صعب علي شوي، لأنه كان في مريم وكان في ملك وكان لازم أخفي عنهم هيفا. فأنا بشكر أعجاب الناس بهالعمل وأعجابكم فيي كممثلة، وبتمنى أنه هالطريق يلي أنا اخترته كممثلة يكون إلي فيه باب مفتوح لمحل أبعد من اللي أنا فيه هلأ. Thank you كتير لمحبتكم. بدي أهدي هيدي الجائزة للفانز، لأنه هني أكتر ناس وقفوا حدي، وقفوا معي بوقت كان طيار شوي عكسي. اليوم طيار معي وأنا معهم. ميرسي كتير لكل كلمة حلوة قالت عني. I love you. Thank you so much. نعرف عالميا بأعمال كتير 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 إنسانية بمجال سرطان الأطفال، وتعين سفير لليونيسف. عن مجمل أعماله Turkish drama male star مراد يلدرم. مساء الخير جميعا، مساء بيروت، مساء لبنان. This much my English. Bye. بيحصل ايضا تيم حسن على ميركس افضل ممثل عربي عن دوره بتشيلو. شكرا 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 للي صوتوا لي، شكرا للموركس. بخص بالذكر طبعا عائلة تشيلو. صوتي اوكي. شكرا 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 للي صوتوا لي، مزوقين طبعا. شكرا شكرا لعائلة تشيلو، بدون استثناء من الالف للياء. شكرا لزملائي نادين، يوسف، ايمن، انجو، كارمن. شكرا بشكل خاص لسامر برقاوي المخرج
صاحب اللمسة الخاصة. أول مرة بتنال جائزة الميوراكس كظاهرة العام وممثلة، والليلة بتأكد الملكة نادين جيم وبأكد جمهورها وبتأكد لجنة الميوراكس إنها أفضل ممثلة لبنانية لعام 2015. مش معقول الوقفة هون، على أساس تعودنا ولا مرة منتعود، منحضر ومننسى. حلو الواحد يكون الأفضل، حلو الواحد يستلم جايزة مرة واثنين وثلاثة، بس الأهم إنه يقدر كل مرة يكسب ثقة الجمهور ومحبته، وأهم من هيك يقدر يكسب تقدير الناس لموهبته وتعبه. بدي أشكر الليلة لجنة الحكم على ثقتها فيي للمرة الثالثة وتقديرها لإلي. بدي أشكر كل الناس يلي صوتت لي، الفانز يلي بحبوني كتير كتير وواقفين معي على الحلوة والمرة. بدي هي نوارة السينما العربية والمصرية، أحسن ممثلة عربية هذا العام منى شلبي. متشكرة جداً على التقديمة دي، وأنا متشرفة جداً أني بتكرم في بلدي التاني لبنان. احترام والمحبة فوق دماغي، وتحية مصر وتحية لبنان. شكراً جزيلاً. واللجنة أفضل ممثل لبناني لعام 2015 يورغو شلهوب. يورغو شلهوب. يعني بهيك مناسبة بيختار الواحد مين بده يشكر. أول شيء بشكر أكيد لجنة التحكيم يلي هي صوتت لي، بشكر الجمهور، وأكيد بشكر الجمهور يلي مع كل الكومبيتيشن بالعالم العربي، من فلسطين، من الأردن، من المغرب العربي، من كل المغتربين بأستراليا، بكندا، بأمريكا، على محبتهم لقلبي دق. من اللون؟ وسام صليبة. كيفكم جميعاً؟ يمشي؟ واو، مرسي كتير، شرف كتير كبير. رح أحكي على السريع، ما بدي أطول عليكم، رح أشكر كم شخص فتحملوا معي شوي. أول شيء بدي أشكر دكتور فادي، دكتور زاهي، أكيب ميوراكس كله، عن جد تانكيو، مرسي جايز، مرسي كتير، شرف كتير كبير لإلي. بدي أشكر الكرو تبع، مثل ما كان المخرج سمير حبشي عم بيحكي، بدي أشكر الكرو تبع أحمد وكريستينا، هدول عالم ما بتتكرم على المسرح فنحن منكرمهم هون. أفضل ممثلة عربية في الدراما اللبنانية للعام 2015 تقول إلى النجمة ديما قندلفت. بالمنطقة يلي عايشين فيها، المنطقة كلها خوف وقلق، والحزن دخل لقلب كل بيت أكيد بلا شك، على ناس يمكن فقدناهم، يمكن على بيت تدمر، يمكن على غربة مرة، ويمكن على طموح نسقف. عودي معكم رشا وأنا لمتابعة Best of Murex Door، أجمل اللحظات يلي مرق فيها الحفل وأجمل اللحظات يلي شفناها خلال Road to Murex Door يلي صورناهم أيضا بالبلاتية. بعدنا مكملين معكم من جاردان بلوس، من منطقة جعيطة، قدام هالمنظر الحلو مبين علينا البحر كله ومنطقة جوني.
كمان فئات تانية تكرمت خلال ميراكس دور 2016، كتاب، مخرجين وأفلام نالت إعجاب اللجنة ونالت إعجاب الجمهور 30-70 مثل ما بتعرفوا، هي هي النسبة 30 للجمهور و70 للجنة التحكيم. مين هن يلي حصلوا على جائزة ميراكس دور عن أعمالهم لسنة 2015؟ خلينا نشوف هالريبورتاج. جائزة أفضل مسلسل لبناني عربي لعام 2015 بيحصل عليها مسلسل تشيلو، وبيستلم الجائزة المنتج صادق أنور الصباح. شكرا لميراكس دور للتنظيم الراقي. بعتز بصراحة بأنه نحن كشركة صباح عم ننتج أعمال لبنانية سورية ومصرية، وهذا الشيء الجامع كل عمره لبنان يجمعه. معتزين بهالجائزة لمسلسل تشيلو. اسمحوا لي ان ادعو المخرج الاستاذ سامر بقاوي يتسلمني يا بتلعب. مبروك صادق، الحقيقة فخورة اني اشتغلت مع شركة عم زامن فيها الجيل الثالث من العراقة لتكون وتقدم دائما فخر الدراما بالشرق. هالمخرج الصغير هلأ اليوم سافر على رومانيا حتى يرافق فيلمه يلي عم بيلاقي نجاح بكل أنحاء العالم. اليوم بيستلم الجائزة الممثل والكاتب السيناريو ألان سعادي، وبيرافقه منتج الفيلم كريستيان أبو شعيا. بدنا نقول له مساك الله بالخير، شلونتش، شخبارتش، شعلومتش؟ حليمة بولان. شكرا مشي. مرحبا، مساء الخير. أنا سعيدة جدا بوجودي في بلدي ثاني لبنان اليوم. أقول ألف الحمد لله والشكر، اللهم لك الحمد بكل نجاح وصلت له بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، برضا والديني ثانيا، ودعمهم وتشجيعهم لي بوجود زوجي يمي. جائزة أفضل إنتاج درامي تقول لشركة أونلاين برودكشن لمسلسل علاقات خاصة، فآلت الجائزة إلى مستحقها. المنتج زياد شويري، يتفضل. هيدا العمل أعطى جوائز كثيرة للممثلين اللبنانيين، كونه أول عمل عربي يضع بالتساوي الممثل اللبناني مع زملائه من الممثلين السوريين والمصريين. مرة جديدة المخرج والأستاذ الجامعي سمير حبشي بنال ميراكس أفضل مخرج درامي عن مسلسل أحمد وكريستينا. بدي اهدي هيدي الجائزة أول شيء للجامعة اللبنانية اللي عم تسمح لي صور مسلسلات مع دوام بالجامعة. ثاني شيء بدي أقدمها لكل فريق أحمد وكريستينا. أفضل فيديو كليب لمخرج لبناني استحقه عن جدارة، المبدع سعيد المارون. أول شيء بس حابب أقول شغلي، انه انا بكليب قمر كتير تعبنا، وفي جمله هيك كتير بحب اقولها دائما، انه عندما اقوم ببناء فريق عمل فانني ابحث عن اناس يحبون النجاح، فان لم استطع فابحث عن اناس لا يحبون الهزيمه. من الميراكس دور مثل ما شفتوا حصل علاء الانصاري على جائزه افضل فيديو كليب عن اغنيه خليجيه ما تصدق خبر، للسفير الأغنية الخليجية عبد الله رويشي. بالبداية نقول صباح الخير. حاب أوجه شكر للبنان على هاي الاستضافة الجميلة إلنا، وحاب أوجه شكري إلى سفير الأغنية الخليجية الفنان عبد الله الرويشد
وأكيد الموسيقار طلال على هذا الدعم اللي لولاهم لما أنجز هذا العمل طبعاً أكيد. Je demande de monter sur scène les princesses du social media, comme les a nommées la revue Vogue en Italie, les stars de la reality TV, Nadine, Alice et Farah. أنا بحب بلش بقصة صارت معنا مبارح. كان عنا انترفيو مع مجلة بريطانية وأول سؤال سألنا إياه الصحافة قدي صوركن على السوشيال ميديا بتشبه بلدكن، فأنا بحب جاوبه من هون من قلب المراكس دار وقل له أنه هيدا هو بلدنا. والقسم الأخير كمان من السهرة رح يكون في تابلو بينهي السهرة من تصميم كمان شارل ماكريس يلي هو أفضل مصمم راقص للعام 2015. مبروك. Thank you. أنا كتير مبسوط إنه عم بستلم هذه الجائزة. ما رح طول كتير. رح أقول إنه من 20 سنة كنت واقف بالشارع عم برقص. واللي نقلني لهيدا المحل بدي له thank you. عادة كل مرة حدا بحضر كلمة لحدا بدي أشكر مدرستي ماكريس دانس مينستري، فرقتي، صديقي مارون أدولف، بدي أشكر الله اللي هو وصلني لهون. فكلمتي لقله اليوم بدي له يا رب بشكرك لأنه أنت بركة لحياتي ورفعتني وحطيتني بهيدا المكان ووصلتني لهون من الشارع رأس بالرصيف بمداخل البنايات. ميركس المؤلف الموسيقي الشاب بيحصل عليه عن ألبوم بعدن استاذ خليل أبو عبيد. ألف مبروك. بدي أقول بس كلمة صغيرة. في البدء كان الكلمة دغري، بعدها كانت الموسيقى. شكراً للفنانين الكبار اللي بقيوا. جوزيف، يعني ومن هاللوحة الفنية اللي نحن موجودين فيها بجاردان بلوس بشعيتا، خلينا أيضا نروح على اللوحات الرأس الفنية اللي كانت رائعة بحفل الميركس دور، وأيضا شفنا فيها تصاميم غير تصاميم الرأس اللي كانت روعة، كمان أيضا تصاميم الملابس. خلينا نذكر المشاهدين قد ايه كانوا حلوين بهذا الريبورتاج. But all I ever wanted to do, I wanna be yours.
Snoop Dogg. Dance to the rhythm, 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 rhythm.
to be part of the Lebanese club scene. جوزيف، طبعا قبل ما نوصل لختام حلقتنا اليوم ما فينا غير ما انه نقول مين كانوا يعني افضل 10 فساتين وافضل 10 بدلات للرجال بحفل ميركس دور، وهذه الجمعه كانت شهدت تصويت الجمهور طبعا، وما فينا غير ما يعني نكافئ الفنانات اللي طبعا ابدعوا بفساتينهم، وايضا المصممين اللبنانيين طبعا ونشجعهم اكثر، وايضا كمان الرجال
اللي مثل حضرتك يعني كنت مضوء. لا عم بس انا ضمن اقولك تصويت لا ما بتصور. ليه ما كنت بالحفل؟ لا اكيد طبعا لازم تكون. بلكي ما ربحت اوكي. لا بس انا عم بعطيك الشهاده هاي بتكفي لانه كنت من اكثر الاشخاص اللي عن جد انيقين بالحفله. فخلينا نتابع مين ربح، مين كانوا افضل 10 فساتين و10 بدلات. We'll be right back.
جوزيف، أنا وياك على مدى 5 أسابيع رافقنا المشاهدين بحلقات مثل ما قلنا بخلال الحلقة هيدي 3 حلقات كانت تحضيرية وحافل الميراكس دور، والحلقة اليوم اللي شهدنا فيها بيست اوف ميراكس دور 2016، يعني 16 سنة الميراكس دور، يعني كان ناجح إبداع عن جد مضوى، كان حديث العالم كله وبعدنا لليوم، يعني صار مرق أسبوع وبعده حديث العالم كله. بالفعل رشا 16 سنة من الإبداع ومن الفن يلي لقوا نجاح كتير كبير على شاشات التلفزيون بلبنان، العالم العربي والعالم كله. سنة 16 حملت معها كتير من المفاجآت، ضيوف كتار كانوا موجودين على مسرح البلاتيا، مرقوا على الريد كاربت وكانوا مكرمين، وكتار منهم بقيوا سهرانين معنا. السهرة هالمرة كانت لطيفة وحلوة وخلصت على بكير. طبعا أجمل لحظات استعدناها نحن اليوم ببست أوف ميراكس دور 2016. بتمنى أنه ميراكس دور يضل مكمل مع النسر الذهبي يلي هو دايما بيتسم فيه وهو العلامة الأساسية لكل الاحتفالات والمهرجانات يلي بتصير من هالنوع هيدا. شكر كبير للدكتور فادي وزهير حلو على جهودهم وعلى كل فريق العمل. بدي أشكر كمان اللي عرموني وكل الشركات والمؤسسات يلي شاركت بإنجاح هالعمل هيدا. بدي أتشكر كمان زميلتي بيارات القطريبة اللي اترفقت أنا وياها بتقديم حفل الميراكس دور، وبدي أتشكر رشا يلي اترفقنا على مدى 4 أسابيع كمان بتقديم حلقات البلاتيا خلال الأسبوع، وأيضا الحلقة الختامية لليوم. وإن شاء الله نلتقي السنة القادمة ميراكس دور 2017 دايما على شاشة تلفزيون المستقبل. إلى اللقاء. إلى اللقاء. شركات ومعلنين كتار آمنوا بهالحفل وحطوا كل طاقاتهم لدعم الميراكس دور بسنة 2016. طبعا هون فينا خلونا نعرف انه الفن والابداع بلبنان والعالم العربي بعده بألف خير. طبعا انا بدي اتشكرهم كمان فردا فردا، ما بدي انسى حدا، رح نحاول قد ما فينا بروبورتاج يمرقوا كلهم وسمي بعض الاسماء كمان يلي هلا مرقه قدامي. بدي خص بالشكر ديما جمال 180 ديجريز، سالي سكري، ميوز لروزان الشاعر، سكاي هاي لألسي بدور، ماستر جروب لفادي الراعي، روني بجاني، جان كلود بجاني، خليل الخنسة، مجوهرات يا بريم. وطبعا بدي اتشكر بلاتيا هالمسرح اللي استقبلنا على مدى 5 أسابيع، هالجنينة الرائعة وهالمسرح اللي كتير حلو. بدي اتشكر الراعي الرسمي والأساسي اللي هو رح نشوف كمان ريبورتاج عنه، أكيومن هالموبايل الجديد اللي كانت، طبعا سوزان نجم الدين هي ممثلة الحصرية لألو أو الوجه الإعلامي لألو. كمان بدي اتشكر اللوك الحلو يلي رافق زميلتي رشا على فترة 5 أسابيع بس. قبل في إيكابانا كمان ما بدنا نسيهم، وما بدنا ننسى هالمكان اللي نحن موجودين فيه اليوم الرائع، بتمنى الكل يزوروه، جاردان بلوس. جاردان أكيد. بلوس بمنطقة وين جعيتا، ما بننسى المفرق كتير هينة على الكوع هيك القوي، فيكم تفوتوا دغري مبين أصلا الأرمى كتير كبيرة ما حيضيعوا دغري بيوصلوا. كمان بدي اتشكر حسين بزازة. أكيد أنا بدي اتشكر وسيلفي صليبة على الجولري، هيك يبين على الكاميرا على الجولري. وحسين طبعا لبست من عنده، لبست قبل كمان حطينا ريم نوعت كشمار. شوي كانوا كلهم ايه حلوين نوعت اكيد. وانت كمان اطلالتك كانت كتير حلوه حبيبتي. انا بدي اشكر هون حيدر وصالح بزي اللي عندهم كلير تريم اللي كمان بيهتموا باهم الايفنتس اللي بتصير بالبلد وبالعالم العربي. وطبعا كمان ما بقى رح اقول جون جديد بيقول لي وين شعراتك، بيهتم بدقني مخرجنا اليوم مارون اسمر، وطبعا البروديوسر اللي هي ريف عقيل بتحب ضلها جندي مجهول بس انت اصريت فريق العمل كله شباب يعطيكم الف عافيه اللي تعبتوا بالبلاتيا وتعبتوا هون، المخرج باسم كريستو وكل العالم اللي تعبت بهالايفنت. خلينا نشوف نحن وياكم اجمل من رعى حفل الميراكس دور. ما بدي انسى طبعا المصممين يلي اهتموا بكل صبي وبكل شاب كانوا على ريد كاربت وعلى المسرح خلال هالحفل. بنشوف هالروبورتاج. كاري سكري كيترينج شركة تأسست بال 2003، إنما هي تواصل لمجهود عائلة بكاملها بلشت بالعمل بالبلد من سنة 1958. كاري سكري بتتكون من فريق عمل كتير كبير، نحن كفريق متكامل بنشتغل مع بعضنا ضمن خطة عمل مدروسة وضمن بلونات مرسومة سابقا، مع احترامنا المطلق للأوقات اللي بنكون عم نشتغل فيها. كلنا بنعرف انه بالحفلات في احترام واحتراف للوقت. بالنسبة لنا الميراكس دور شفنا فيه عمل ناجح لأنه بيقوم بتكريم الأشخاص الفنانين والممثلين والإعلاميين اللامعين والناجحين بعملهم.
ومثل ما ذكرت سابقا انه نحن كميركس دور بنشجع وبهمنا، كنا مهتمين صراحة انه نشارك. نشكر الله توفقنا، وكمان شكر لكل شخص، مش بس لكاري سكري، انا بدي اشكر الجميع من مخرجين ومقدمين وفريق عمل وإدارة وإدارة بلاتيا وكل الأشخاص اللي ساهموا من الكبير لصغير، لأن بالنتيجة نحن كلنا مع بعضنا سنسلة معلقة ببعضها منكمل بعضنا. وإن شاء الله يا رب منتلاقى مع كل اللي اشتغلنا نحن وياه هون بأي مناسبة تانية، وكمان منقدر نوصل للنجاح اللي بدنا إياه، والتوفيق دايم للكل. شركة إيفنتس بتهتم بالإيفنت from A to Z. بلشت كهواية وهلأ وصلت لأنه استلم إيفنت كبير بلبنان اللي هو الميركس دور، وكتير انبسطت أنه الأصداء اللي كان تاني نهار نساني كل التعب والسترس اللي قطعت فيه. أهمية اشتراك دي إيفنتس بتنظيم حفل الميركس دور هالسنة كان كتير مهم لإلي شخصياً ولشركتي لتكبر، والإكسبوجر تبعها كان كتير كبير. بدي أخذ الفرصة أن أشكر دكتور زاهي وفادي حلو وروزان دانا لثقتهم فيي بأنه يخلوني أنا نظم الحفلة، مع أنه أنا صغيرة شركتي كومبيرد لقدي صار له زمان الإيفنت. شركة الخنسة للسجاد هي شركة أسسها الحاج إبراهيم الخنسة سنة 1985 تقريبا، وانطلقنا نحن، رجعنا نحن أنا وخي بلال، استلمنا الدفة من الحاج وكملنا بالشركة، وانطلقنا من بيروت لنصير الحمد لله واحدة من أهم الشركات اللي بتصنع وبتصدر السجاد من إيران المصدر للعالم. نصدر على كندا، على أستراليا، على ساوث أفريكا. عملنا كولابريشن مع شركة من أقدم وأكبر وأهم شركات السجاد الموجودة بإيران، وصرنا نحن الممثلين الوحيدين لهم بكذا بلد ومنهم لبنان طبعا. وهلأ كمان عم نبحث بمجال تطوير الشركة أكثر، والحمد لله اسمنا صار بالسوق اللبناني وبالسوق العربي نعتبر من أهم الشركات اللي منبيع السجاد العجم الفني الدرجة الممتازة. تطورنا بالشركة أخذ مراحل كتيرة لآخر فاز، يعني آخر مرحلة وصلنا لها نحن بالشركة، بلشنا نلاقي أنه الزباين تبعونا واللي معودين علينا صار عندهم مشكل مع السجاد العجم التقليدي ليتقبلوه ببيوتهم، هذا الألوان التقليدية البوردو والأحمر والكحلة والألوان الغامقة. فنحن رحنا عملنا أوردرات مع أكبر فنانين بإيران وأكبر شركات بإيران لنجيب ألوان جديدة نقشات خفيفة تمشي مع البيوت العصرية. يعني الميركس دون it's about art وكله فنانين والفنانات، وهذا أهم مظاهرة فنية بتصير بعالمنا العربي، وهي بتعطي وجه مشرق، وجه لبنان الحقيقي اللي بعيد عن الإرهاب والمشاكل والرصاص والشغلات اللي كل اللبنانية قرفوها ما عادش قادرين يتحملوها. فلازم كنا نحن، ونحن بنشتغل فن، يعني نحن بالأساس عم نبيع قطع فنية. رحنا تعبنا، يعني هيدا السجاد اللي نحن عرضناها بالميرك ستور صرنا 5 أشهر تقريبا بس عم نشتغل لقدر نأمنها، لأنه one piece in the world ما في غيرها، وعرضناها بالميرك ستور لأنه حقيقة تتوافق مع الميرك ستور، يعني كلها فرح وكلها يتبسط وكلها تحس السجاد عم تغني وعم تمثل وكل شيء، يعني it's an art carpet. نحن أول شيء وأهم شيء بالنسبة لنا نتشكر تلفزيون مستقبل، ولأنه تبنيه للميركس دور وبس، وبيرجع لك هيك الأيام تبع الله يرحمه الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لأنه نحن we believe in Lebanon. نحن بلشنا من لبنان رحنا للعالم، بس بعدنا الأساس وبعدنا حلمنا لبنان وبعدنا منحب لبنان، وإن شاء الله بالكل سنة وإن شاء الله بنكون السنة الجاي كمان بالميركس دور، بنشوفكم هونيك إذا الله رأى.
السجاد العجمي. جوزيف، أنا وياك على مدى 5 أسابيع رفقنا المشاهدين بحلقات مثل ما قلنا بخلال الحلقة هيدي، 3 حلقات كانت تحضيرية وحافل الميركس دور، والحلقة اليوم اللي شهدنا فيها Best of ميركس دور 2016، يعني 16 سنة الميركس دور، يعني كان ناجح إبداع عن جد مضوى، كان حديث العالم كله، وبعدنا لليوم يعني صار مرق أسبوع وبعده حديث العالم كله. بالفعل رشا 16 سنة من الإبداع ومن الفن يلي لقوا نجاح كتير كبير على شاشات التلفزيون بلبنان، العالم العربي والعالم كله. سنة 16 حملت معها كتير من المفاجآت، ضيوف كتار كانوا موجودين على مسرح البلاتيا، مرقوا على الريد كاربت وكانوا مكرمين، وكتار منهم بقيوا سهرانين معنا. السهرة هالمرة كانت لطيفة وحلوة وخلصت على بكير. طبعا أجمل لحظات استعدناها نحن اليوم ببست أوف ميركس دور 2016. بتمنى أنه الميركس دور يضل مكمل مع النسر الذهبي يلي هو دايما بيتسم فيه وهو العلامة الأساسية لكل الاحتفالات والمهرجانات يلي بتصير من هالنوع هيدا. شكر كبير للدكتور فادي وزهي حلو على جهودهم وعلى كل فريق العمل. بدي أشكر كمان اللي عرموني وكل الشركات والمؤسسات يلي شاركت بإنجاح هالعمل هيدا. بدي أتشكر كمان زميلتي بيارات القطريبة اللي اترفقت أنا وياها بتقديم حفل الميركس دور، وبدي أتشكر رشا يلي اترفقنا على مدى 4 أسابيع كمان بتقديم حلقات البلاتيا خلال الأسبوع، وأيضا الحلقة الختامية لليوم. وإن شاء الله نلتقي السنة القادمة ميركس دور 2017 دايما على شاشة تلفزيون المستقبل. إلى اللقاء. إلى اللقاء.